شهد محافظ الدقهلية أيمن مختار حفل توزيع أجهزة عرائس ل100 عروس من فتيات المحافظة بمشاركة مؤسسة حياة كريمة بمبادرة يدوم الفرح لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج بنطاق المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تحولت إلى فلسفة حياة كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين في مختلف القرى. وثمن محافظ الدقهلية دور القائمين على مؤسسة حياة كريمة في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في مختلف القرى، بالإضافة إلى تجهيز العرائس وتوفير الأدوات الأساسية لهم. مبادرة حياة كريمة ينبثق من تحتها مبادرة يدوم الفرح، تم النهارده تأهيل وتدريب أكثر من 100 عروسة، وتم تجهيزهم بجميع الأجهزة الكهربائية زي ما أنتم حضراتكم شايفين. جموع الأهالي والأسر والبنات فرحانين جدا، يمكن سامعين الزغاريت وهم وإحنا بنتكلم بالصدفة طبعا. فيعني مبادرة جميلة يدوم الفرح، يا رب دايما تحت القيادة السياسية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي حول مبادرة حياة كريمة إلى فلسفة حياة كريمة لكل الشعب المصري. مبادرة يدوم الفرح اللي بدأتها وسنتها مؤسسة حياة كريمة من في أكثر من محافظة، النهارده اقترنا وصل محافظة الدقهلية بتأهيل وتدريب 100 عروسة، وكمان مساعدتهم على تأسيس بيتهم بحاجة بسيطة كده من جهاز العروسين. يعني بصراحة محافظة الدقهلية والقيادة التنفيذية في المحافظة ما توانوش في إن هم يدعموا شبابنا في المؤسسة ومتطوعين على الأرض في إن هم نقدر نوفر قواعد البيانات كاملة عن العرايس دي، نتأكد من مدى استحقاقتهم، نتأكد كمان ان هم موجودين متوزعين على كل على كل مراكز محافظة الدقهلية، علشان نقدر ونكفل ان احنا الفرح يخش كل بيت مصري في محافظة الدقهلية.